بين ايديه واللي بده اياه بده يصير. بعدين مالي مصلحة مكوك وحايك يبقوا عندي، لأنهم رح يشهدوا ضدي إذا تحولت قضية المسدس على المحكمة. أيوة، شو بفهم من كلامك؟ إنك صرت منرجع له المتحف؟ ما فشار، بيني وبينك عم رتب له درس ما رح ينسى بحياته. بس بدي مساعدتك عقيد. تعرف أنا من إيدك هي لإيدك هي. ماشي. يسعد مساك. ومساك، وين الحمل؟ طريق آمن. طلع حواليك، في حدا غيري بالساحة؟ طيب ماشي، دقيقة بس. وين مدحت بيك؟ اطول بالك، بس يصير حمل بالمطحنة مدحت بيك بيصير جنبك. اتكل على الله. شوي تانية والحمل بيصير بالمطحنة. مدحت بيك وينه؟ أنا هون يا عون يا أفندي. أهلا وسهلا مدحت بيك. تيسير مور معلم. روح دير بالك على حمولة. حاضر. هاي أنا وفيت بوعدي يا مدحت، أعطيني المسدس. إيه، وأنا وفيت بوعدي كمان، على عيني وراسي، وهي المسدس. بس أنا ما رح أوفي بوعدي يا مدحت، لأنك غشيت أهلك وناسك. والمعنى يا عوني بيك؟ المعنى خلصت الحكاية. خلصت الحكاية يا مدحت. تفضلوا يا شباب، الحكاية خلصت. شايف هدول الجوز؟ تعرف ليش جايبهم لهون؟ عشان تروح انت وياهم على الكراكون تتسلوا سوا. اشحطوهم! حرك انت يا عقيد. يا حسن! هذا سيدي. حسن! حاضر! شحط لي هاد! حاضر! شحطه وشحط على الكراكون! حرك! شو عليه يا عوني؟ حرك! روح! شو عليه؟